السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ديال هذا النهار مغاير للفيديوهات اللي كندير. بزاف البنات قالوا لي بقيت تشاركي معنا داكشي اللي كتخدمي، الموديلات اللي كتخدمي. هنا عندي هذا القفطان كما كتشوفوا، فيه الزواقة مطرز. المهم هادو هما الالوان باش مطرز، الزرق والبيج والزيتي ولا الخضر. مهم فيه الزواقف على الجنب، وف مهم فيه الزواقف غير في جنب واحد كما كتشوفوا، وبسفيفة نستوق. والمهم انا غندير ليه العقيق، شوية العقيق في هاد الزواقة. وعندي هنا هاد الجلابة حتى هي نفس اللون، نفس اللون ونفس الزواقة كما كتشوفوا. حتى هي غادي ندير ليها شويه العقيق، شويه العقيق في الزواقه في الطرز، وباقي ليها العقاد ولا السنسله ولا المهم على حسب السيده شنو بغات. هنا عندي هاد القفطان. المهم سمحوا لي راه كنصور ب شدي التليفون بيدي، داكشي علاش. مهم هذا قفطان اللون ديالو الكري، حتى هو فيه السفيفه، السفيفه حتى لتحت، وهنا مخدوم بزواقة المعلم كطرفيل الدبانه، وفيه الزواقه في الكمام. وصافي حتى هذا غادي ندير ليه، ندير ليه الحجيرات في هاد البلايص، في هاد العيون. هادو هما الحجيرات اللي غادي ندير ليه، المهم حجيرات صغار. وغادي يكونوا فيه العيون في الوسط. هذه جلابه، جلابه بلو مارين مخدومه بالطرز، فيها الزواقه في طرزه في الكمام، وفيها مهم كما كتشوفوا، وفيها العقاد المصطوق. وغادي نبتها بالعقيق، غادي ندير ليها العقيق في الطرزه. ده هو العقيق اللي غندير ليها البلو مارين. هذه جلابه في الشيبي، ما كيبانش اللون ديالها بزاف في الكاميرا، فيها الزواقه او الطرزه في الفوق، وحده في هذا الجنب، ومخدومه بالبرشمان. البرشمان فيها العقيق، وغادي ندير ليها العقيق في، غادي نبت هذا، ماشي غنبتها، غندير ليها شويه العقيق للزواقه، وصافي فيها الزواقه في الكمام. المهم كل وحده شنو تعجبها، وكل وحده وذوقها، وكل وحده شمن اللون كيعجبها. صراحه بعض المرات تيكون شي الوان لا علاقه وشي زواقات لا علاقه، ولكن كل وحده وذوقها. وكاينه هذه حتى هي نفس الزواقه ديال الشيبيه، هي اللون ديالها الصومو واقيله، الصومو كيبان في الصومو فاتح، كيبان في الكاميرا بحال البيج ولا. وهذه درت ليها العقيق، ومخدومه بالبرشمان، ها هي الزوقه ديال البرشمان.
هنا عندي هاد الجلابه في الخضر اولا في الزيتي، فيها طرز والبرشمان هذا البرشمان وحتى هي غادي ندير ليها العقيق في الزواقه وفيها الطرز في الكمام هنا عندي القفطان قفطان جوهرة مخدوم بكاترفيل والسفيفة مصدق هنا عندي جلابة غادي نخدمها بالبرشمان المهم يقدر هاد الزواقة غادي نشاركها معكم هاد الزواقة ديال البرشمان إلا بغيتو نشاركها معكم خليوها ليا في الكومنتير المهم هذه هي الجلابه اللي غادي نخدم بالبرشمان كما قلت لكم الا بغيتو نصورها لكم اولا ندير لكم فيديو خليوها ليا في التعليق باش ان شاء الله نشارك معكم الفيديو ديال هاد الزواقه وهذه الصبره ديالها المهم اللون ديال توب او ديغرادي هذا واقيلا قهوي المهم تيبان لي بحال القهوي عندي هنا هاد الجلابة المهم فيها هاد الزواقة غادي ندير ليها العقيق المهرس يقدر غادي نشاركها معكم حتى هي في شي فيديو ان شاء الله ها هي المهم راه باقي ما مجموعه داكشي علاش كيبانوا لكم غير الطروفه غادي ندير لها العقيق مهرس ويقدر غادي نمونطيها بالعقيق حتى هي غادي نمونطيها بالعقيق ان شاء الله وصافي هادو هما الجلالب اللي عندي وهذا الشيء اللي عطى الله ان شاء الله حتى نكملهم غيجيو جلالب اخرين ان شاء الله وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو الا عجبكم خليو لي لايك ديالكم والا بغيتو بحال هاد الفيديوهات نديرهم اولا نصورهم معكم قولها ليا في التعليق باش ان شاء الله وقت ما كاين المهم وقت ما عندي هنا جلالب اولا داكشي اللي غادي نخدم نصوره معكم المهم الا عجبكم هذا الفيديو خليوها ليا في التعليق وراه تيكونوا الزواقات زوينين من غير هاد الزواقات اللي صورت لكم راه تيكونوا بعض المرات الانواع والالوان والاشكال وغادي نقول لكم بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.